السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من سبتة أو سبتة. أول شيء بحب أقول لكم على معلومات ما بعرف، أنا حاولت أدور عليها في النت، يعني أبحث عليها في النت ما لقيتها، وكانت هي ضرورية إنه الواحد كل واحد يتكلم بعد ما دخل سبتة. سبتة عشان تدخلها لازم تيجي مدينة في المغرب اسمها، طبعا عن طريق المغرب، يعني ممكن تجي عن طريق أسبانيا، عن طريق مدينة الفنادق. طيب، والفنادق ممكن تجي عن طريق تطوان أو عن طريق طنجة. تاكسي، تاخذ تاكسي، أو إذا كنت مؤجر سيارة لازم توقف، لابد إنك توقف السيارة في، والله في منظر لسفينة هناك عاجبني. هذه السفينة صراحة رائعة. في إذا كنت مؤجر سيارة في مواقف توقف، يعني توقف السيارة فيها، في مواقف كثيرة آمنة يعني يكون موجود فيها الحارس وكذا، وتاخذ تاكسي وتروح على حدود سبتة. بين الفنادق وسبتة قريبة جدا، يعني ما في مسافات بعيدة على الحدود. طبعا تمشي على رجولك، تدخل على الحدود برجولك. صراحة الإجراءات صعبة في الجهة المغربية للأسف، يعني بيكون زحمة، مش الإجراءات، الزحمة ويعني في شوية يعني زحمة وتأخير. الأفضل إنه الواحد، يعني لو جاء الواحد وقت المواسم حيتعب كثير يعني حقيقة. الحدود في المغرب بيختموا الباسبور، طبعا لازم يكون عندك، اذا كنت من الدول هذا شنغن، من دول الخليج وما عدا الامارات اعتقد شنغن، وتدخل عادي بعد كده تمشي مسافه تلاقي الحدود، المسافه بسيطه يعني 5 دقائق بالارجل تلاقي الحدود الاسبانيه. الحدود الاسبانيه عادي حتى ما يختموا على الجواز، طالما ما يعني طالما انت حتجلس في سبته وحترجع تاني ما يختموا لك على الجواز، خلاص وتمشي. بعد ما تخرج من الحدود، بعد ما تخرج من الحدود يعني بشوية كده، أحيانا يعني في مواقف للتاكسيات أحيانا متوفرة وأحيانا متوفرة، بس أعتقد ضروري تاخذ تاكسي عشان تيجي على مركز البلد، لأنه السنتر تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو من الحدود. إذا تحب المشي عادة الجو رائع. هذا ملخص بسيط، لأنه هذه المعلومات أنا كنت بحثت عليها كثير في النت وما لقيتها، فحبيت أهديكم إياها. شكرا، والسلام عليكم.